مساء الفل، مساء الهنا، مساء السعادة، مساء الحب، مساء الرضا، مساء كل حاجة. كل حاجة جميلة وطعمة ولذيذة عليكي، ألذ حاجة في الدنيا. معانا النهاردة مشكلة. المشكلة دي الحقيقة إنها بعتت لي على الإيميل الخاص بيا، لكن أنا ما لحقتش أقراها قوي. هم ادوني فكرة قبل ما نبدأ الحلقة عنها، فاحنا هنجاوب على البنوته اللي بعتت لنا المشكله سوا مع بعض. يعني بعد ما نخلص القرايه انا هجاوب، وانتوا كمان على وسائل التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا او فيسبوك انتوا كمان جاوبوها معايا. الحقيقه ان انا معرفتش اقرا المشكله بتاعتها لانه ده اختصار المشكله. المشكله كانت طويله وكبيره جدا، فعشان كده طلبت من فريق الاعداد ان هو يساعدني في ان احنا نختصر المشكله على الورقه دي. أنا زي أي بنت كان نفسي أتجوز عن حب. طول عمري شايفة جواز الصالونات ده جواز فاشل، لكن اللي حصل بعد ضغط أهلي قررت أن أنا أنزل أقابل شخص من طرفهم، ابن أحد الأصدقاء. نزلت، ما عجبنيش أول مرة، ما عجبنيش تاني مرة، ما عجبنيش تالت مرة، وقلت خلاص هرفض، لكن أصلي استخارة الأول. بعد ما صليت الاستخارة سبحان الله في حاجة اتغيرت. كنت هرفض، لقيت لأ، وقلت يبقى دي علامة من ربنا سبحانه وتعالى ان هو ده الشخص المناسب وان الموضوع ده فيه خير. كان بيكلمني كل يوم، واحدة واحدة بدأت اخد عليه، وبعد ما بدأت اخد عليه بدأت احبه واتعلق بيه. أمنته على قلبي وحلفته ان عمره ما يكسره، وعدني عادي وقال لي انتي ما تعرفينيش وانا عمري ما هسيبك. كان يقعد يقول لي ان هو قد ايه بيحبني وان هو عمره ما هيسيبني، ولا عمرك، بيقول لي ولا عمرك هتفكري في يوم اني ممكن اكذب عليكي. كانت حياتنا كلها عباره عن حب فراشات كده سنه كامله. في النص طبعا كان بيحصل خلافات، بس انا ما كنتش بتحمل اشوفه زعلان، ان هو كمان ما كانش بيتحمل يشوفني ابقى زعلانه. نيجي بقى في الاساس الموضوع. كنت طول الوقت بحس ان هو جدع، بالذات مع صحابه. صاحبي شكري، هو بيقول لها صاحبي شكري تعبان ولازم اروح اديله الدواء واحتمال ابقى معاه، ابات معاه علشان لوحده، وانا افرح بيه واقول قد ايه طيب وجدع وراجل وشهم ومحترم، ولما انا هقع هيشيلني زي شكري صاحبه، ده انا هبقى مراته، يعني انا هبقى اغلى عنده من شكري. فاذا كان بيعمل كده مع شكري هيعمل ايه مع المدام؟ طيب مع انه ما بيعملش كده معايا، ما كانش بيعمل كده معايا، ما كانش جدع معايا. كنت اقول له انا متضايقه، انا عايزاك تجي لي. يقول لي انا مع خالد، خالد عشان خالد محتاجني وانتي طيبة وهتقدري ان احنا في غربة وان انا هروح اقف جنب خالد. عامة مرة واحنا مروحين من فرح حد من صحابنا، كنت قلت له ان احنا نخرج بكرة عشان عامله له سبرايز او عامله له مفاجأة لعيد ميلاده. قفش عليا، اتخانقنا، قال لي ايه الزهق ده، هو انا المفروض ان قبل كل يوم. روحت البيت البنت كلمته، قال لها ما ترفعش علي سماعه التليفون تاني، او انا مش قلت لك ان انا زيت، انا زيت اصلا، انا مش عايزه اكمل، خلي عندك كرامه. القصه خلصت لحد هنا، وانا قرفت وقفل السكه في وشي. نهارت الدنيا ضلمت. بعد شهرين من انتهاء هذه الخطوبه الشنعاء، في بنت كلمتها قالت لها انا فلانه الفلانيه، مش انت كنتي مخطوبه لفلان الفلاني؟ قالت لها اه. قالت لها طب يا حبيبه قلب مامي، انا كنت شكري اللي بيبات عنده في البيت وبيقعد جنبه عشان يديه الدواء، وانا كنت خالد اللي بيقف جنبه ومش قادر يسيبني علشان خاطر يجيلك. ولما كان رايح يشتري شقه مع خالد كنت انا. نهارت الدنيا ضلمت في وشي. شكري وخالد طلعوا واحدة تانية، أنا مقهورة، أنا حقيقي مقهورة ومش عارفة أعمل إيه. يا رضوى لو كنت مكاني كنت هتعملي إيه؟ لو كنت مكانك كنت هعمل إيه؟
اولا هتقبل فكرة ان في حد ممكن يوعدني بوعده وما ينفذوش، عشان فكرة ان انا اتقبل الفكرة دي هتهون عليا شوية كتير. ثانيا اتقبل انه في راجل ممكن اقابله يبقى راجل مش محترم او مش كويس، عادي في ناس خاينة كتير عايشة حوالينا، يعني احنا مش عالم من الملائكة. تلاتة كله بيرجع، في مثل كده بيقولك كله بيقع في حجري، هيقع في حجرك، بس عشان يقع في حجرك لازم تنسيه او تبيني على الاقل في الاول ان انتي بتتناسيه، فلما هو يحس ان هو محدش معبره وان انتي مش معبره ومش مدياله اي اهميه، ده يعمل له اكلان في دماغه، فالاكلان اللي بيحصل في دماغ الراجل يخليه يرجع يتقدم تاني الى الامام ويرجع لك، ولما يرجع لك حضرتك مش هتجيبي له سيره ان حضرتك عرفتي ان شكري وخالد طلعوا واحده تانية، حضرتك هتفهميه ان حضرتك مدياله الامان الكامل وهتديله فرصه تانية، فخلال الفرصه التانية دي تجننيه، تخلي دماغه شيطه تضرب في الحيط، يوم حلو ويوم مر، يوم حلو ويوم مر، مقابلات قليلة جدا، مكالمات تليفون، يوم مكالمة طويلة وخمس ست أيام بعديها مكالمات كأنها أساسا ما حصلتش. شكلك لازم يتغير، طريقة كلامك لازم تتغير، لازم تبتدي وانت بتتكلمي معاه تغلطي في الكلام، تغلطي في اسمه، ما لا يقل عن شهر تمشي معاه بالمعاملة دي، وما تقوليليش أصل هو مش هيرجع، لا هو هيرجع لما هو يحس إن هو مش موجود في حياتك ومش موجود في قلبك ومش موجود في دماغك، هيبتدي يفكر ازاي بعد كل اللي انا عملته فيها ده هي مش فاكرين، والحته دي التويست ده هو اللي بيخلي الرجاله ترجع، ان هو عايز يثبت لنفسه ان هو اسد الاسود، اسد الغابه، راجل الرجال، لا هي عرفت تنساني، لا انا هفكرها تاني بنفسي، فده اللي بيخلي الرجاله ترجع. احنا مشكلتنا بقى ان هم لما بيرجعوا احنا بنتعامل معاهم غلط وبنديهم الامان كان مفيش اي حاجه حصلت. ليه يا حبيبتي اللي بيتلسم الشوربه بينفخ في ايه؟ في الزبادي، فانتي مش هتأمني له تاني، بس انتي حباني له ان انتي مأمنة له، لحد ما يجي كده ايه على حجرك زي ما بيقولوا. وبعدين مش هجيب سيد شكري وخالد والبنت دي خالص خالص، ولا انها كلمتك ولا اي حاجة، حصل انها كلمته وبلغته انها كلمتك، هتقولي ان انا ما صدقتهاش، انا لقيت انها اكيد صديقة وست مش كويسة وبنت مش كويسة واستغلت الظروف اسوأ استغلال، وانا مصدقك يا حبيب قلبي يا فلزة وكبدي يا جميل يا قمر يا حلو، انت ما جبتلوش سيرة، احنا مش هنجيب سيرة خالص. وبعدين بقى تبتدي بقى ايه وانت بقى قاعدة معاه تبصي في ضوافرك كده وتقولي له بص انا فكرتك كويس وحاسة ان انا مش قادرة اكمل معاك، انت تستاهل بجد واحدة احسن مني بكتير، اصل انا حاسه ان انا مش هسعدك، انا حاسه ان انا مش البنت اللي هتسعدك في يوم من الايام، وقدر له ما شاء فعل، وانت انسان كويس، ده انت احسن مني، وان شاء الله باذن الله ربنا هيديك واحده احسن مني، يا عظيم يا فخيم يا جميل يا رائع يا اللي ما فيش منك سته، بس انا والله بس انا حسيت ان انا يعني مش قد المسؤوليه، عندي كولد فيت، جالي كولد فيت، كولد فيت ده اللي هو يعني انا بخاف من الجواز، بخاف من الارتباط، بخاف من الحب، انا بخاف، انا حاسه ان انا عايزه اشتغل، عايزه اكمل حياتي بشتغل وببني مستقبلي، وده مش الوقت المناسب انه انا اكمل معاك، وانت بتعملي كده اهوت وبتسبري ومتضايقه جدا على نفسك وعليه، وتاخدي بعضك وتتكلي على الله تروحي البيت تبلكيه في كل حته يا انسه، البني ادم ده اصلا ما جاش، هو هيقعد يرفس في الارض وهتبقي علامه في وشه طول حياتك، طول حياته عفوا، لانه الحقيقه الراجل عمره في حياته ما بينسى اتنين، الست اللي علمت له في وشه والست اللي علمت له في قلبه، فحضرتك كده هتبقي علمتي في وشه طالما ما عرفتيش تعلمي في قلبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعايزين نتقبل مع بعض يا بنات انه احنا مش عايشين في 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 عالم من الملائكه، في ستات وحشه وفي ستات كويسه وفي رجاله وحشه وفي رجاله كويسه، ان ات از اوكي ان احنا نقابل رجاله وحشه عشان نعرف امتى الرجاله كويسه لما نقابلهم ان شاء الله بعد الرجاله الوحشه، وهي كلها دروس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهداتي عزيزات وبناتي الحبيبات، فاصل قد كده نرجع لكم من هي وبس.
بتقولي في الفاصل بتحكي سوري؟ قلت لها ولما بحكي سوري بحكي كرمالك سوري. منى قصار انتي منورانا النهارده. شكرا. منى عندنا براند للملابس الجاهزه صح كده؟ والبراند بتاعنا اسمه ريبيليس روز. اشمعنى ريبيليس روز؟ يعني ريبيليس روز هي الورده اللي بتكون يونيك، اللي بتبقى مختلفة. مختلفه اه بتبقى ديفرنت عن كل الباقي الورود. فاحنا حبينا ننقي الاسم ده عشان نكون يونيك. الورود يعني. اه الورود المختلفه يعني الورد. ايوه الورده اللي واحنا دلوقتي هنشوف ورود مختلفه من ريبيليس روز. طب يلا نبص كده على التصميمات بتاعه منى. ده oversized blazer dress، ممكن يتلبس كبليزر على جينز وممكن يتلبس as a dress عادي. فستان آه. يعني روحين آه. الأولاني جاكيت بليزر طويل تمام. واسع، والتاني اللي عايزة تلبسه هو فستان تلبسه فستان تمام اكزاكت. والريش ده بقى موضة ولا ده التاتش بتاعك؟ هو الريش التاتش بتاعي. التاتش بتاعي عشان انت برضه انا شايفة انك مريشاها علينا النهاردة. بتحب الريش قوي. بتحب الريش ها؟ انا عايزة اقول لك هو الريش ترند قوي موضة اه. والشتاء في الشتاء موضة؟ اه يا شيخ هنشوف الناس كلها استرها علينا يا رب. ده انت بتعملي من التصميم الوان مختلفة ولا كل تصميم؟ لا يعني بعمل الوان مختلفة اوقات بس مش كل الالوان. حسب مثلا ايه اللي يليق مع الريش، اللي حلو لو كان مثلا ريش اخضر او ريش ازرق كده. ايه كل حاجة بالريش؟ اه مش كل حاجة بس يعني هتشوفي معظم الحاجات فيها ريش اه. ده سهرة ده اه. هذا يعني حبيت شوي اعمل شيء مختلف بالجلوفز وبالقماشة. ده خامته ايه؟ لاتكس. ليتكس. ليتكس اه. بس ده هو الجلد اللي من الناس الرفيعه اه. لا برضو لو مثلا في حد عنده ديفو هي الفابريك بتشد يعني بتعمل شيء حلو. مفيش بقى بت 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 بتبصبص كده من هنا وقت يمين وشمال وان لا لا خالص هي الحاجات تطلع والكرش بتاعنا يطلع لا مش هتطلع لنا الكرش بتاعنا. لا هي القماشه دي عن جد يعني كتير عم تعمل شيء حلو للجسم، بتعمل شكل حلو للجسم. ايه بس حبيبتي عشان هي ما شاء الله جسمها حلو لكن مثلا حد عنده مثلا كرش او بتاع ده صعب قوي يلبسه. ممكن مثلا يكون التوب اطول بس هو القماشه بشكل عام لا هي يعني بتناسب للاجسام. وانت كمان الشنط من عندك؟ اه ما شاء الله. ايه ده الشطاره دي؟ يعني انت بتعملي هدوم وشنط وجزم بقى بالمره ولا لا لسه؟ ان شاء الله الصبح اللي جايه بقى اللي جاي. اديله بقى ريبيليس روز دي بقى لها قد ايه؟ تقريبا من شهر 3 اللي فات من مارس اه. ما شاء الله. تعالي يا بنتي ريشه اهو ريشه. كل ما هفتكر هشوف ريش هفتكر. اه دي حلوه قوي دي اه. لا ده ممكن كلاسي. يتفتح البليزر يكون اوفر سايز وممكن برضو البلت هاند ميد مع ال او الحزام مع الشنطه. حلو قوي 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 يا منى قوي. وانت اللي عامله الحزام طبعا اه هاند ميد معايا. وادي الشنطه اهي بصوا يا بنات بصوا والشنطه ده ايه بالبيرل دي اه. يا نهار ابيض على الحلاوه. ايوه خليكي كده زي ما انت كده نشوف ايه. والحزام انت عاملاه يرد مع الشنطه ها اه. وريش بقى وريش. الله الله. طب وده انا لو خدته من عند حضرتك البسه فين بقى ان شاء الله؟ ده ممكن مثلا فطور جمعه فطور الصبح او مثلا بالليل عندك او مثلا كتب كتاب عشان هو لونه ابيض. انا شايفه حلويات داخله عليا يا جماعه. اوه ده تحضر بيه بقى ايه؟ ده سهره خطوبه حاجه كده. انت ذا واي ستايلت يعني حسب الطريقه اللي انت بتلبسيه فيه. بس هو شوي فينتج بيعطي شوي فايبس فينتج يعني قديم شوي يعني اخذي افكار قديمه وعملتها مع افكار جديده. فهاد تقدري تلبسيه عشاء يعني بالليل يفضل بالليل. شيك. حضرتك النهارده بتعملي الحاجه التصميم بتاعك ولو انا شفت التصميم بتاعك مثلا قلت لك منى بليز عايزه اقفل مش كردوه كبني ادمه عايزين نقفل هنا شويه طبعا كاستمايزد
بتعدلي فيها. اه بعدل يعني مثلا لو حد عايز مثلا حدا محجبة حلو عايزة مثلا مع سليفز او اطول ممكن نعمله بس بياخد وقت عشان هو بيبقى كاستمايز. مش مهم الوقت المهم ان انت بتعدلي بعدل على حسب ذوق البنوتة طبعا. او الست زي ما هي عايزة فانا لو شفت الفستان ده تقدري اوكي يلا بقى احنا كده بقى ايه اللي جاي ده ما فيهوش ريش من غير ريش ليه بقى اشمعنى بقى ده غضبان عليه يعني نعمل ميكس ده بقى ممكن برضو يتلبس الصبح وممكن لا مش الصبح لا 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 بقولها دي تاني بقى بالليل وبرضو ده ممكن ايوه ده عباره عن ايه بقى اللي هي لا ايه ده ايه ده ايه ده اللي على ده مش شبك ومش شبك فيه ستراس تحتي تحت هي توب ودي هي توب تحت ايديها دي ايديها دي فيها ايديها دي لا منها من البليزر حلو بس التوب تحتي انت قصده يعني ان انه الشبك ده يغطي الصوابع انت قصده فهمتك ده طبعا بالليل يا منى يعني بالليل حبيبتي بقى طيب وده برضو بتعملي منه الوان ولا ده لا بصراحه انا يعني الديزاينز بتبقى كده شوية مختلفة بعد الظهر اكتر ما بتعمليش منها لا الوان الا اذا حدا طلب قطعة لو مثلا حد قال لي انا عايزة من ده بس بينك ممكن اعمله بينك بس طلب فهمت ده حلو ده قوي ده بقى ده اللي هو بتاع كل يوم ده ده اصلا اسمه all day لننسات احلفي والله طب شفتي بقى قلب الام والبنطلون حلو حلوة والشنطة برضو من عندك شكله مريح الخامة تحفة ده بيور لينن 100% ويعني لينن 100% بصوا يا جماعة البنطلون ازاي بصوا بنطلون لا ممكن تنزليه بس الشنطة ثانية واحدة ممكن تنزليه الشنطة ايوه بصوا بنطلون لحد فين هاي ويست ده ها اللي هو وسطه عالي هاي ويست برافو وده الوان برضو ولا ابيض اسود وابيض اسود وابيض بس هو الابيض يجنن هو الاسود صيف شوية وعارفة ده بقى في ميزة خطيرة ان ده ينفع المحجبة وغير المحجبة هي لو قفلت بس الزراير على اي لون طرحه وجزمه سنيكرز او يعني تمام عظيمه وانت بقى النهارده لما انا اجي اشتري من ريبال روز تعملي ريكومنديشن بترشحي لي شنط امسكها على تقولي خدي دي لو عايزاها او خدي يعني لو طلبتي مثلا تساليني مثلا انا حابه الدرس ده لونه ابيض ممكن اقول لك ممكن الشنطه دي حلوه الشنطه دي حلوه لو سالتي اكيد حلو وايه اللي جاب في بالك يا منى تعملي شنط؟ بصراحه انا يعني بحب الهاند ميد فبحب النيو ايديا انه يكون يعني فكره جديده انه الشنطه هاند ميد يعني انت تعمليها في البيت والديزاين اللي انت عايزاه انت بتحبي الشغل اليدوي؟ يعني حتى البليزر الستراس بحب اعمله انا هاند ميد بايدك انت بتقعدي تعمليها بايدك ايه الشطاره دي يا قلب مامي ايه ده ايه ده الحلاوه دي وحلو قوي القلوب اللي قدام دي هم كمان في هيك فكره جديده انه نعمل بوكيتس هارت بدل ما انه جيب عادية نعملها قلوب نعملها اشكال نعملها حاجات نعمل حاجه لا لا خطير بيعقد مش انت عايزه يلا قلتلك قلتلك والله انت اللي بتعقدي حلوه حلاوه يلا اللي بعدي ال 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 البنطلون البنطلون دلوقتي ترندي انه يكون اوفر سايزد واسع واسع ومريح بنفس الوقت يعني هو الحمد لله والتوب دي كمان اول داي يعني هي بيسك توب عاديه بس سليم شوي ده من عندك برضه من عندي التوب ايه ده الشطر وقطني دي قطن. مريحه قوي احنا عايزين نشكر في الفقره دي يعني اصحاب الموضه والناس اللي هم بيعملوا صيحات الموضه عشان الحمد لله اخيرا الاتجاه ابتدى يبقى في البنطلونات المريحه والحاجات القطن والحاجات الواسعه فيعني شكرا عشان الحاجات يعني الضيقه اللي هي مش عارفه عامله ازاي انتوا سهلتوا حياتنا يعني احنا ماشيين على الموضه وسهلتوا حياتنا زي اهو واسع تحفه هو الواسع اصلا بقى دلوقتي وحلو ومريح مريح وجميل عقبال ما يلغوا الكعوب يا رب
يا رب يا رب بقى 2024 يطلع لنا حاجه يقول لك الكعوب دي اساسا مش موضه، عمرها ما هتبقى موضه، يبقى جمال جمال، يبقى ماشي كلنا كده. دي برضو نفس التوب على ديفرنت، على كارجو غير يعني حاجه تاني، لون تاني بس برضو كارجو، بس ده شوي يعني ماسك شوي. ماسك شوي. انا احب بقى اللي قبل هو الحاجات الواسعه بقى دي. الضيق ده بيكتم يا بنتي على النفس. انا عامله الاثنين يعني، اللي بده هيك واللي بده هيك، اللي بده هيك وبده هيك، ده كله قمر وكله بيعقد. والله ست منى ما بصدق شو هايدي. منى اكتر قطعه غاليه او قريبه من قلبك انتي، او بست سيلر او الاكثر مبيعا في ريبيليوس روز؟ الساتس اللي هي البيضه، اللي هي مع فادرز، مع ريش، اللي هو بيجي متاكده من الحزام بالشنطه. انا قلت لك ايه، انا قلت لك ايه، عشان انا بحب السوتس، بيحسسه بالثقه بالنفس يعني. هو اصلا البراند تبعنا على البيضه. هو انت لابسه منها الاسود؟ والله ما بصدقش. عايدي الحلقه ده برضو البنطلون بس لون أبيض. زي الزيتي اللي احنا شفناه، ممكن نلف بليز، لون ابيض بال والتي شيرت البيضه برضو هي هي هي. انتي الباترون ده عامله منه الوان مختلفه. عامله زيتي وابيض واسود اكيد، ومارينز. لا مش عامله اسود، اخضر اللي هو الجيشي. الجيشي والابيض والزيتي. انتي نورتينا النهارده يا منى. شكرا. وانا معلش انا بعتذر عشان النهارده الحلقه مليانه جدا، فانا نسيت موضوع الهدايا. احنا معانا ست اسايم من ريبيليوس روز، ست هدايا من منى. هنحط دلوقتي حالا على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك المنشور او البوست لمنى او ريبيليوس روز، ست هدايا بست اسايم. بتاخدي القسيمه، تاخد مطرحها القطعه. اخر حاجة هو هنشوفها مع بعض، ده زي الابيض اللي هو اللي يومي لننسد. تمام لننسد. سنموت في الاسود. بصي المنظر، وانتي اسود اهو اسود. في بقى بحلاوتك دي تحفة. دي خامة ايه دي؟ لينن. تعالي يا بنتي كده، تعالي تعالي نشوف اللينن ده. تعالي بحلاوتك دي، تعالي كده، تعالي مع القلب مامي. ده حلو قوي. ايه ده ينفع كمان في الشتاء؟ دي 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 تقيله. يلا يا مية بالمية. اوعى دي زعلك قلب مامي. اتفضلي منى، نورتينا النهارده. شكرا. ميرسي لريبيليوس روز على الست هدايا الحلوه، وميرسي على الحاجات الخطيره اللي احنا شفناها النهارده. صحيح يعني ما اقدرش البسها، لكن الابيض ابو ريش ده احتمال يغير فكرتي عن ريش عشان اغيرها اصلا. فيعني ماما يعني شكرا ان انت كمان غيرتي فكري يا منى، نورتي الدنيا. شكرا كلها. حبيبتي شكرا. مشاهداتي اعزائي وبناتي الحبايب، قبل لما هطلع فاصل عايزه افكركم بالست هدايا بتاعت ريبيليوس روز. احنا خلاص زمانهم حطوا المنشور دلوقتي على صفحتنا بس اللي على الفيسبوك. كل واحدة تاخد القسيمة تديها لمنى، تقول لها يا ريبيليوس روز لو سمحتوا انا معايا قسيمة عايزة اخد بدلها القطعة الفلانية. فاصل قصير جدا نرجع لكم من هي وبس. نورنا ومشرفنا دكتور اندرو فارس، منورنا يا دكتور النهارده. بنورك. ميرسي. دكتور أندرو استشاري علاج الألام المزمنة والعلاج التداخلي المحدود للعمود الفقري. ده أكبر تايتل أنا قريته هنا في البرنامج عشان تبقى عارف. شغلانة طويلة أصلا. نورت الدنيا يا دكتور. أول سؤال لحضرتك، إيه هو الألم المزمن؟ ما هو الألم المزمن؟ هو الألم اللي أنا بحس بيه في حتة معينة طول الوقت؟ هو ألم مزمن، هو ألم اللي مش بيروح، اللي هو الالم. يعني هو في نوعين من انواع الالم، في اكيوت بين وكرونيك بين. الالم الحاده دوت، انا اتخبطت في الترابيزه هيجي لي وجع جامد قوي، هيبتدي يقل تدريجيا كمان 5-6 ساعات في رجلي. ليه؟ عشان حصل بروزنج. بعد كده هيبتدي حاجه من الاثنين، يا اما رجلي كسرت يا اما مجرد بروزنج. بروزنج يعني كدمات. كدمات هتخف تدريجيا على مدار كام ساعه. لو ان رجلي كسرت يبقى انا عندي مشكله. المشكله ديت اشد يعني
seek help، انا لازم ادور على مساعده. المساعده ديت هتبقى هروح عند الدكتور، الدكتور هيقول لي ايه ده رجلك اتكسرت، فهطلع على روح اعمل لي اشعه، اروح اعمل اشعه دي مكسوره فعلا، قدامك حاجه من الاثنين، يا اما تحط شريحه ومسامير او تعمل جبس او تفضل في الالم المزمنه بقيه حياتك. طيب احنا كتخصص بتاع البين مانجمنت، في امراض كتيره جدا ملهاش علاج او علاجها ممكن يؤذي المريض. زي ايه؟ زي كانسر بين، زي السرطان. السرطان ده ورم خبيث، فهو قدامك حاجه من الاثنين، سكه علاجه طويله قوي، المريض بيبقى متالم جامد جدا في الوقت دوت، فقعد 6 شهور ياخد كيمو ثيرابي، طول الست شهور هنسيبه موجوع، فدفنتلي ده بقى الام مزمنه، فدوت لازم يجي لدكتور بين مانجمنت او دكتور علاج الم. لحد ما يخلص سكه العلاج بتاعته وربنا يعافيه. في العمود الفقري، العمود الفقري عندنا حاجه من الاثنين، عندنا اما العيان جاله انزلاق غضروفي وعايش بيه وبيصحى كل يوم بوجع، ده الام مزمنه. طيب العيان عنده مشكله في العمود الفقري وهيجي له اعاقه، ده ساعتها خرجنا من بره الام المزمنه وبقينا ان هو داخل على الديسابيليتي، فدوت لازم يجري بسرعه على دكتور بتاع يا اما علاج تدخلي محدود للعمود الفقري او دكتور نيوروسرج جراحه مخ واعصاب. صحيح. فهو هي ديت فكره البين مانجمنت. المفاصل احنا عندنا في الخشونه المتقدمه بتاعه الركبه اللي هي بتيجي اكتر في فوق سن 50 أو 60، الركبه الكومبوننتس بتاعتها بتبوظ، اللي هو الغضاريف والاربطه والمنسكس وكل الكلام اللطيف دوت، وديت ملهاش ريبير، ملهاش علاج، ما بتصلحش بعد سن 50، فبنروح نعمل تغيير مفصل ركبه، بنشيل الركبه ونحط قطع غيار ركبه صناعي لطيفه جدا وعيان بيمشي زي الفل. عندنا 3 انواع من العيانين، في عيان معهوش تمن الركبه الصناعي لانها فيري اكسبنسيف، في العيان اللي هو صحته لا تسمح بجراحه بالمنظر دوت، وفي عيان نفسيا مش عايز يركب قطع غيار في جسمه، ودوت من حق المريض، يعني انا مش عايز احط انا مفصل صناعي. طب هيتحرك ازاي ويمشي ازاي بركبه متدمره؟ ساعتها بيجي للبين مانجمنت، احنا ساعتها بنتصرف عن طريق اجراءات التدخليه المحدوده، ان هو المريض دوت ما يفضلش ياخد حقنه فولترين عشان تنزل دورين، او تاخد قرص كتافلام عشان تخش الحمام تعمل تواليت. ديت هي ديت الفكره بتاعه البين مانجمنت كتخصص. طيب اللي انا فهمته دلوقتي انه التخصص ده بيعالج، مش بيعالج، بيتحكم في الالام المزمنه اللي المريض بيحس بيها طول الوقت. صح كده؟ عبر ايه؟ التدخل بيبقى ازاي؟ عن طريق الادويه، عن طريق العمليات، عن طريق بروتوكول معين؟ يعني انا عايزه افهم. هو هي حسبه، هو احنا بنعمل بنوزن الامور. يعني المريض جاي لنا، احنا عرفنا نشخص، اهم حاجه ان احنا نعرف سبب الالم اللي عند العيان ده. حلو. عرفنا سبب الالم اللي عند العيان دوت، هنمشيه اول حاجه على مسكن او انتي انفلاماتوري مضاد للالتهاب، حاجه عاديه جدا عاده مش بتجيب نتيجه في الالم المزمنه، لان العيان ده ما كانش هيجي لي. حاجه تانية ان احنا ما ينفعش نمشي على مسكنات ومضادات الالتهاب اكتر من 3-4 اسابيع علشان المعده والكلى، فبنخش على المرحله اللي بعديها اللي هي عمليات. العمليات التداخليه المحدوده هي من اجل البين مانجمنت، من اجل علاج الالام بطريقه بصوره نهائيه، ان هو مريض ما يشتكيش تاني بقى خلاص من الالم ديت. يعني مريض الانزلاق الغضروفي فور اكزامبل دوت، زمان خالص هو عيان جاله ديسك، اخد علاج التحفظي اللطيف دوت بقاله شويه ومخفش. طيب الديسك دوت مش كبير لدرجه ان هو يحتاج تدخل جراحي، ومش صغير لدرجه ان هو عارف يعيش بيه، مش عارف يعيش اصلا، مش عارف يروح شغله. حلو. ومش بيخف الوجع بالمسكنات، او اخد مسكنات لفتره طويله جدا وابتدى تسبب له في مشاكل. فبنبتدي بقى نفكر في اجراءات التداخليه المحدوده. كان الزمان خالص الحقن، يعني كنا بنعمل حقن اللي هو حقن في عمود الفقري وحقن جذور اعصاب وحاجات اللطيفه ديت. بعد كده الدنيا تطورت شويه وبقى في اخترعوا جهاز التردد الحراري،
بين ان اعمل الراديو فريكوينسي التردد الحراري النابض للاعصاب دوت. فكرته ان هو بيشيل التهابات نهائيا من غير ما نحتاج ان احنا نحقن كورتيزون. لان الكورتيزون وعمليه هو اجراء تدخلي محدود، هو عمليه تحت اشعه تدخليه في اوضه عمليات، فيها تخدير بسيط، حاجه سهله يعني. ماشي، يعني فاست تراك سيرجري، يعني هو ابو سيرجري هو انترفنشن. بعد كده الدنيا ابتدى بقى تتطور اكتر، ان احنا عاوزين ان احنا نشيل الديسك نفسه من غير ما نفتح ظهر عيان او نصغر الغضروف اللي عامل دامج على العصب. ف تطور الدنيا وبقينا ممكن ان احنا من خلال ابره، الابره دي تدخلها في الديسك من الجلد من بره. ده الديسك، ده الديسك اهو. احنا وصلنا للديسك اللي هو فيه الاصابه بالابره ديت، وعملنا له ديسك دي كومبريشن، شلنا الضغط الداخلي اللي جوه الديسك، فالديسك هيقل شويه، فالعصب يتحرر وما يتخبطش تاني، ما يتاثرش تاني بهذا الغضروف. فده بيبقى حل مناسب ولطيف جدا في العيانين اللي هم عندهم ديسك برولابس، بحيث ان هم خلاص اتعالجوا اكشلي من المرض والالم راح وما فيش، ما فتحناش ظهره خالص، ويرجع شغله بعدها بيومين ثلاثه، which is excellent. وهو متبنج طبعا، وهو بناخد منوم، لا بندي سيديشن، بناخد تخدير موضعي ومنوم او مهدئ سيديشن، كل دوت بيبقى من غير بنج كلي، لان احنا البين مانجمنت يعني احنا بنخطف المريض. ليه؟ لان عندنا مثلا كتير قوي عيانين ما ينفعش ان هم ياخدوا بنج، يعني واحد عمره 90 سنه ما ينفعش ان هو ياخد بنج، فاحنا بنعمل فكل الاجراءات ديت. لما الان دي اثناء اللي هو تطويرها كان مهم قوي ان عيان يبقى سيف، يبقى امن بنسبه 100%، فكلها تقريبا ايا كان سنه ايا كان حالته ايا وات ايفر بقى. هم احنا يعني هو لما اتطورت على اوحش حاجه، اوحش حاجه خلاص، عيان ما ينفعش ان هو ياخد تخدير خالص. فممكن نعملها بتخدير موضوعي بس، ساعات بندلع العيانين شويه ونديهم منوم او مهدئ، بس ده من اجل اللي هو يعني لكجري. ده بيقولي ده تقنيه جديده يا دكتور. ده دوت حقن بذور اعصاب، هو ده بتاع ده اللي كنا بنعمله في الاول خالص، اللي هو حقن بس، ان احنا بنخش بابره عند العصب المضغوط من هنا ونحقن ماده مضاده للالتهاب. ده اول حاجه كانت، ده اول خالص، ودوت برضو افكتيف جدا، ده نتيجه رائعه. ده هو بعيد الفيديو تاني. طيب دكتور الالام المزمنه، خلاص انا هنحط التايتل ده، الناس تتفرج علينا. انا دلوقتي بتفرج على دكتور الالام المزمنه. انهي الم؟ الالم اللي انا بحس فيه غضروف ركب مفاصل، يعني الالام المزمنه اللي هي ايه؟ معدتي بتوجعني، يعني معدتك بتوجعك ووجع مش راضي يروح، هتروحي للدكتور علاج الم. معلش دكتور ايه ده؟ ده الديس دي كومبريشن، ده تبخير الغضروف بالليزر. تبخير الغضروف بالليزر دوت، ده عن طريق ابره بتخش جوه الديسك، بنوصلها بجهاز الليزر، بنقلل الحجم الداخلي للديسك، فالضغط على العصب بتروح، فعين بخف. طيب ده واحد تاني؟ لا ده مش واحد تاني، ده كلوديكار، او اللي هو تسليك القناعة العصبية. تسليك القناعة العصبية نفسها، ان احنا العيانين اللي عندهم اختناق في القناعة العصبية، واحنا عاوزين نوسع القناعة العصبية عندهم من غير ما نعمل بوستيريور لامينكتومي، من غير ما نعمل استئصال لعظم اللي ورا دوت عشان نوسعها، بنخش من فتحة صغيرة موجودة عند عصعص بإبرة، الإبرة دي بندخل منها قسطرة. القسطرة ديت هي في كذا نوع، في النافي كاستر، نافي من نافيجيشن، أو الكلاود كير، نوصل بيها عند الحتة اللي فيها ستينوزز، الحتة اللي فيها ضيق في القناعة العصبية، ونسلكها. فهو تسليك القناعة العصبية من غير فتح جراحي، ده كل ده من غير فتح، كل ده من على الجلد بره يا دكتور؟ كل دوت من على الجلد بره. طيب كل ده سهل جدا. نرجع تاني السؤال بتاعي يا دكتور بعد اذن حضرتك. انا النهارده ده اخر واحد في فيديو تاني، معلش يا دكتور انا بعتذر، ده اخر واحد. ده ايه يا دكتور؟ ده منظار. منظار؟ ده منظار. ده بيعمل ايه؟ دوت بيعمل استئصال للديسك. دوت في حالات حضرتك سمعت قبل كده عن
عيان قالك ان هو عنده غضروف منفجر او تمزق في الغضروف، دوت الحالات الادفانسد قوي في الديسك رولابس في الانزلاق الغضروفي، الديسك ممكن يخرج بره مكانه خالص ويقع جوه القناه العصبيه، فساعتها بيبقى احنا لازم نستأصله. الاستئصال دوت هو يعني فتحه، لازم نفتح فتحه ونشيله. الديسك عاده اللي بينزلق بيبقى حجمه قد عقل الصبع، فاحنا محتاجين ان احنا نفتح فتحه نطلعه منها. ف زمان خالص من غير بيسمنت، من غير بديل، يعني من غير ما بدلي. هو انت يعني برضو اولويز ريمبرز ذير از هيلينج باور للجسم، ربنا خلقنا ان احنا عندنا قدره ان احنا نهيل، فهو الديسك خلاص طلع من بره مكانه، ان احنا نتشافى. فلو دخلنا بمنظر شلنا الجزء الزايد من الغضروف خلاص العصب بقى حر وخلصنا لعيان المشكله بتاعته. حالات السيكوستريتد ديسك او اللي هو غضروف المنفجر ديت حالات ما ينفعش تستنى، ده احنا بنتكلم فيه حاجه بقى يعني داخلين في الجولدن اورز. الجولدن اورز ديت اللي هو يعني معانا حوالي 24 ساعه ساعات عمليه، ساعات لازم تكون القصه خلصت، بيرمننت دامج، اصابه دائمه للعصب، ساعتها احنا بنعمل عمليه عفاضي، فعيان يبقى داخل الموضوع دوت ويطلع منه داخل باعاقه وطالع باعاقه، غير المعيان يبقى داخل الموضوع دوت على رجليه وطلع على رجليه، فهو it's totally different. طيب نرجع تاني السؤال بتاعنا، ألامي المزمنة، ألامي المزمنة دي اللي هي الألام اللي أنا بحس بيها في ظهري، بحس بيها وأنا عاملة كده، بحس برعشة إيد، مغص في بطني، أسفل الظهر عندي وجعني، رجلية بتوجعني، يعني أنهي ألام اللي أنا النهاردة أبتدي أتوجه إلى دكتور الألام المزمنة؟ الألام اللي بتعيقك عن الديلي أكتيفيتي، عن حياتك اليومية، whatever هي إيه، يعني أي كان نوع هذا الألم، طالما أن حضرتك النهاردة صحيتي ناوية تروح شغلك، جالك وجع يمنعك أنك تروح شغلك، أو ناوية توصلي أولادك المدرسة جالك وجع يمنعك أنك أنت توصلي أولادك المدرسة، والموضوع ده وتبتدى يتكرر كذا مرة على مدار أسابيع، فلا في مشكله، والمشكله ديت لازم تروح الدكتور علاج الام مزمنه عشان نعرف ايه هي المشكله، بنيه علاجها ان احنا نعالجها مش ان احنا نسكنها، فاحنا لازم اول نعرف ايه هي المشكله ونحاول نعالجها. لو ما فيش طبعا الطب يعني عباره عن بروتوكولز، لو العلاج بتاعها هيأذي المريض ساعتها احنا هنسكن هذه الالام، بس لازم اول حاجه نعرف هو ليه. العلاج المزمنه دي اول حاجه بتعمل معاها هو انه انا بختار سكه غير العمليات او غير التدخل بالحقن او كذا، ولا ده بيبقى افضل سيناريو بالنسبه لي؟ هو احنا البين مانجمنت الاختلاف بتاعه عن التخصصات بتاعت مثلا زي جراحه العظام او واتيفر، ان احنا بنفكر في العيان بطريقه هوليستيك اكتر، يعني احنا بنفكر يعني مريض جاي دلوقتي واحد عمره 25 سنة وعنده ديسك ودخل على إعاقة، فإحنا بنفكر طيب العيان دوت هل إيه هو أحسن حاجة أعملها له بحيث إن هو اللي بقى عمره 50-60 سنة ما يبقاش بيشتكي، فهو دوت اللي إحنا بنفكر فيه، مش إن إحنا نشوف الوضع دلوقتي ونحل المشكلة immediately وكمان 6 شهور يجي العيان دوت يعيط. ومشكلتنا الأساسية اللي موجودة حاليا في مصر إن الدكاترة كل واحد لوحده، يعني احنا ما عندناش زي بره فاميلي دكتور وجي بي والكلام اللطيف دوت وهو اللي بيوجه انت روح كذا روح دكتور فلاني او كذا. فاحنا الدنيا عندنا بايزد، يعني حضرتك انت بتشتكي من راش فور اكزامبل، هرش، رحت الدكتور درماتولوجي هيقول لك دوت اكزيما، دوت واتيفر حساسيه ولا حاجه، حساسيه حطي كريم الفلاني وخلاص. رحت للدكتور اورام هقول لك لا لازم ناخد منها عينه عشان نعرف دوت ايه. فهو مفيش اللي هو الشغلانه الهوليستيك، يعني مفيش ان بنبص على الموضوع الاستشاري اللي يقول اتجاهات صحيح. في مصر حاليا مؤخرا يعني حتى لينا نعمل سنه تكتلات، ان العيانين كتار قوي والشكاوي كتيرة قوي، ولازم ما نبقاش بايزد لما ناخد قرار لمريض، لازم ما يبقاش يعني ما فيش حاجة بتدفعنا على اتجاه معين.
فالعيان بيجيلنا فلازم نبقى على طول تيم، هول تيم، معانا فريق طبي كامل، فريق طبي كامل. فده ناخد راي واحد واثنين وثلاثه، وده يقول لا ده محتاج كذا، لا ده بلاش. حاجه النيه الاساسيه ان عيان يخف نهائيا، يتعالج نهائيا. والله لو يعني العلاج دوت هيأذيه، علاج النهائي دوت هيأذيه، زي عيان واحد عمره 75 80 سنه عنده الفقرات بتاع ظهره متأكلة، سايبه خالص، متاكله، وهشاشه عظام وبلاوي زرقاء. طيب ده النهارده علاج النهائي بتاعه ان احنا نفتح ظهره ونعمل تثبيت فقرات. عظم كلنا عارفين عظم اوستيوباراتيك، فيها شاشه، عظم عامل زي الرمله، اخد المسامير هيتفشفش مش هيمشي تاني، فهو علاج النهائي بتاعه هيأذيه. فده ساعتها ما عندوش غير ان احنا نعمل له تسليك للقناه العصبيه بالكلوديكار، وما نفتحش ظهره خالص ولا نقرب منه المشرط. فهو هو هي ديت الايديا بتاعت ان احنا نبقى فريق متكامل، بحيث ان هو ما يبقاش فيه اي يعني يعالج ويتحكم في الالم ويحاول يودي الم، وفي مصلحه المريض دلوقتي وبعدين. اه اكزاكتلي. حضرتك نورت جزيل شكر حضرتك. وانا بقى لي هنا 8 سنين تقريبا، 8 او 8، دي كانت اول مره اعرف الموضوع علاج الالم المزمن ده، وابتدى بقى يجي لي حاجات دلوقتي ودكتور بيتكلم، فابتديت اقول الله طب ما انا عندي بقى كمان. بص ميرسي يا دكتور، نورت الدنيا. ميرسي يا فندم. شهادتي عزيزات وبناتي الحبيبات، فاصل قصير جدا نرجع لكم من هي وبس. نورانا شرفانا دكتورة نوران رشاد، نورانا يا دكتور، نورتي الدنيا كلها. دكتور نوران استشاري التنمية الشخصية وتطوير الذات. أنا شخصيا متشوقة جدا أن أنا أسمع الكلام أو موضوع فقرتنا النهاردة. عايزين نتكلم عن المرأة على مر العصور، من بداية الخليقة ستنا حواء. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة هي نبع الحياة، هي الشريكة، وهي السند، وهي الأمان، وهي القوة. المرأة لو صلحت بيصلح حال المجتمع كله والبيت. المرأة هي البطولة الخفية ورا كل بطولة، أو ورا أغلب البطولات بخلاف بطولاتها الظاهرية. المرأة هي الأم والأخت والبنت والزوجة والشريكة. ربنا سبحانه وتعالى كرمها في مواضع كتير جدا، تقريبا في كل موضع، وكرمها في كل الشرائع السماوية. والقرآن الكريم والسيرة النبوية وقصص والتاريخ مليان ببطولات نسائية كتير جدا لقدوات لينا. عشان كده كان لما سألتيني نعمل إيه مع ولادنا، كان جزء من إجابة اللي بقولها نبدأ بالأم، بالمرأة، نزود الوعي عندها أكتر، تفهم أكتر، تعرف قدرها أكتر وكرامتها أكتر، وهي إيه عند الله سبحانه وتعالى، مكرمة إزاي عند ربنا سبحانه وتعالى. لما يزيد الوعي دوت ونعرف أكتر، نفسيتنا هتفرق كتير، أهدافنا هتفرق كتير، ردود أفعالنا هتفرق كتير، والصبر عندنا هيفرق كتير. الله عليك. طيب فضل. طيب لو حبيت أبتدي بالسيدة حواء، أم البشر وزوجة أبو البشر، أبو أول الأنبياء سيدنا آدم عليه السلام، النبي المكلم. عشان أتكلم عن تكريم السيدة حواء، محتاجة أول إحنا نعرف بني آدم وسيدنا آدم عليه السلام والسيدة حواء إيه مظاهر تكريمهم، احنا ايه كرامتنا، ايه قدرنا عند الله سبحانه وتعالى. قبل ما ربنا يخلق سيدنا ادم عليه السلام، خلق حاجات كتير كده. خلق ايه؟ خلق السماوات والارض والجبال، المكان اللي هيعيش عليه سيدنا ادم، وخلق العرش والكرسي والقلم والماء واللوح المحفوظ والملائكه والجن. كل حاجه من دول ليها دلاله وليها معنى مهم قوي. هكلمك الاول عن عرش الله سبحانه وتعالى، عشان الواحد يفكر كده، أنا إيه؟ أنا فين؟ ورغم أنا إيه وأنا فين، أنا مين عند الله سبحانه وتعالى؟ في الحديث الشريف إن السماوات السبع جنب بعض مترصصين، وجنبهم السبع أراضي، لو قورنوا بكرسي الله سبحانه وتعالى كأنهم زي الحلقة مرمية في فلاة في صحراء. ولو تقارن الكرسي بعرش الله سبحانه وتعالى كأنه زي الحلقة مرمية في صحراء. تحس إن أنا هل حد يقدر يتخيل حجم العرش؟ علما بأن العرش لا يحتوي الله سبحانه وتعالى، ده مخلوق من مخلوقاته.
طب بس ده كلام يعني صعب تخيله، اطلع كده اركب طيارة واطلع فوق بلدك وبص على بلدك، هتلاقيها بقت حاجة صغيرة قوي. انت فين؟ ولا حاجة، مش متشاف. طب اطلع بره الكوكب الارض وبص على الكوكب، نقطة. طب اطلع بره السولار سيستم او يعني المجموعة الشمسية وبص، نقطة. طب اطلع بره كده عند الميلكي واي ومجرة، هتحس ان انا لا اذكر. انت فين من عرش الله سبحانه وتعالى؟ طيب عرش الله سبحانه وتعالى ده بيحمله 8 ملائكة. الملائكة خلقوا من نور، ما بيغلطوش، ما عندهمش اختيار، بيعبدوا الله سبحانه وتعالى وبيسبحوا الله ليل نهار، وليهم وظائف في الأرض، بل إن منهم كتير جدا وظائفه للإنسان مسخرين دي، يعني دايما في معية الإنسان الملائكة دول. 8 بيحملوا عرش الله سبحانه وتعالى، بيدعوا لنا إحنا البشر والمؤمنين ليل نهار. في آية واضحة جدا في القرآن، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. آية طويلة، سطور طويلة، دعاء حملت العرش لينا كل واحد ليل نهار، ويدعو ربنا إن هو يغفر للذين تابوا. مش بيدعو لك بس، بيدعو لك لأبوك والأمك والأولادك ولذريتك. أنا فين عند الله عشان الثمانية ملائكة حملت العرش بيدعو لي وبيستغفروني، بيستغفروا لي؟ يبقى أنت لك عنده مكانة عظيمة جدا. الملائكة دول اللي أمروا مع إبليس بالسجود لسيدنا آدم عليه السلام، سجود تعظيم وليس سجود عبادة، عشان ربنا يقول لآدم عليه السلام ده كرامتك عندي وده قدرك عندي، أنت وحواء التي خلقت من آدم وذريته. دي كبداية. طيب مين تاني مخلوقات؟ الجن. الجن كان قبلينا في الأرض، وده اللي خلى الملائكة تعرف إن هيكون في سفك دماء بخلق سيدنا آدم. فالجن مخلوقين من نار. قولي. أنا بسمعك. الجن مخلوقين من النار، وفي منهم الصالحين وفي منهم غير ذلك. من أعبد الجن كان إبليس، فتكريما ليه كان في الجنة في وسط الملائكة، فأمر مع الملائكة بالسجود لآدم لاصطفاء ربنا لآدم وذريته واصطفاء الحواء، اصطفاء لينا كلنا بإيه؟ بحمل الأمانة في الأرض وخلافة ربنا، قالهم إني جعلهم في الأرض خليفة. فهنا بقى إبليس جات عنده النقطة الفاصلة، انت اخترت وسبتني. بدأ هنا ثلاث حاجات: الحقد، الغيرة، الغل، الكبر، وهو طبع من طباع النار، الاشتعال، النار ترتفع، اندفاع، تدمير، من صفات النار. ثالث حاجة قال له أنا أحسن منه، اختيارك استخدم منطقه وهو مخلوق قدام حكمة الخالق سبحانه وتعالى اللي خلق تفكيره، أنا أحسن منه، خلقتني من نار وخلقته من طينة. لو حتى مشينا بمنطق إبليس، النار أحسن ولا الطين؟ الطين. الطين. تعالي بقى نشوف. الطين مصدر الخصوبة والنماء والصلاح، الحياة كلها بتيجي من الزرع، الأكسجين اللي إحنا بناكل منه، الحيوانات بتاكل منه. الطين خير، الطين يطفي النار. صح. الطين، وسيدنا آدم ما خلقش على طول من الطين، التسلسل موجود، تراب وماء، وبعدين التراب والمية دول اللي هم من أطهر عناصر الأرض، إحنا بنتوضى بالمية وبنتيمم بالتراب، يبقوا طين رمز الخصوبة والنماء، يبقوا صلصال من حمأ مسنون، شكلوا الله بيديه الكريمتين، وده مظهر كمان من تكريم ربنا للمخلوق ده. باقي المخلوقات بكون فيكون كلمة، لكن ربنا وصف لنا طريقة خلق آدم عشان نعرف إن إحنا عنده غاليين. شكلوا الله بيديه الكريمتين ونفخ فيه من روحه، كل دي من مظاهر تكريمهم. تمام. فإبليس هنا عصى ربنا لثلاث أسباب، قال له مش هسجد له: الكبر والحقد واستخدام منطقه قدام حكمة الله سبحانه وتعالى. وساعتها إبليس ده يعني طلب من ربنا، قال له أمهلني ليوم القيامة. معنى كده أنه ما كانش بينكر وجوده، ده هو كان في الجنة وشافها وبيقول له وعزتك وجلالك، أنا يعني هثبت لك هعمل إيه في آدم وأولاده عشان أنت فضلته عليا. ومن هنا برضو نحاول نتعلم سواء آدم أو حواء أو ذريتهم إزاي إحنا نبعد عن الثلاث صفات اللي تسببوا في معصية إبليس دول، سواء غيرة أو حقد أو مقارنة أو عدم رضا عن اختيار ربنا، أو إن إحنا نقف نحج الله سبحانه وتعالى. نيجي بقى نتكلم عند السيدة حواء. ربنا بعد ما سيدنا آدم عرف إن عدوه إبليس قال له عيش في الجنة يا آدم، وعاش سيدنا آدم عليه السلام في الجنة فاستوحش. طب ربنا كان ممكن يقول لنا انا خلقت ادم وخلقت له حواء على طول، ليه قال لنا خلقت ادم وبعدين سبته في الجنه؟ كل مصادر القوه اهي،
نبي مكلم مدعوم سجدت له الملائكة حس بوحشة، والوحشة تؤدي إلى ضعف مهما كان عندي مصادر القوة. فربنا سبحانه وتعالى خلق له حواء فين؟ في الجنة زيه، يعني سكنة الجنة زي سيدنا آدم. كان ممكن ينزل سيدنا آدم الأرض وبعدين تخلق سيدة حواء في الأرض، لكن لأن إحنا عند ربنا إحنا الاتنين سواء، إلا في مختص فيه الله سبحانه وتعالى الرجل بحاجة والست بحاجة، حاجات بسيطة، لكن إحنا سواء. خلقنا من نفس واحد، خلقنا من مواد طهرة واحدة. خلقت السيدة حواء من ضلع سيدنا آدم الأيسر. إيه دور الضلع الأيسر؟ حماية الإيه؟ القلب. القلب من غير الضلع الأيسر ضربة واحدة تموت الإنسان، من غير الحتة دي. فحتى في خلقها عشان يعرف آدم إن هي في كنفه في رعايته وإنه متحمل المسؤولية، معنى اسم آدم عليه السلام ومعنى اسم حواء. آدم جاية من قديم الأرض، من التراب، المادة. إحنا متساويين في حاجات كتير أمام الله، متساويين في إن إحنا الاتنين مفروض علينا الطاعة، نبعد عن النواهي، نعمل الأوامر، نؤمن بالله، نتحمل المسؤولية، متساويين في إن إحنا الاتنين هنتحاسب، وما يميزناش عند الله غير التقوى والعمل بتاعنا. آدم قلنا من قديم الأرض. طب حواء؟ حواء يعني حياة، يعني إحياء، لحد ما يعني أقول لك ساعات الواحد يحس إن قلبه مات، عايز تحيي قلبك حواء، إن صلحت. حياة، إحياء، احتواء، حيوية. خلقت من حي فسميت حواء، وهي أم لكل حي. تمام؟ كملي. خلقت السيدة حواء من حي وهي أم كل حي، عاشت في الجنة معاه. في بقى إشاعة بتقول إن حواء خرجت إيه؟ آدم من الجنة. طبعا الكلام ده ليس له أي أساس من الصحة فين عندنا. بالعكس، تعالوا نشوف ربنا سبحانه وتعالى وصف السيدة حواء بإيه. قال له لتسكنوا إليها، جعلنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعلنا بينكم مودة ورحمة. تمام؟ وخلقتها عشان أنت استوحشت. طب ما اللي بيقولوا إن حواء هي اللي غلطت وهي اللي خلت آدم يأكل من الشجرة؟ الآيات القرآنية كلها خلاف ذلك. صحيح. فوسوس لهما الشيطان. صح. فأزلهما الشيطان فأخرجهما من الجنة. كل حاجة ربنا بيتكلم عليهم هما الاتنين. حتى لما تاب الاتنين عادوا إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا قال لهم عيشوا في الجنة، بس اداهم ريمايندر مهم قوي، مذكر كده، وآية بتتكرر كتير قوي في القرآن، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. كل شوية تتقال بصورة أو بأخرى. ليه؟ لأنه عدو خفي. عارفة العدو الخفي أصعب من يعني من الصديق الصديق الوحش أوحش، ولا العدو الظاهر أوحش؟ الصديق الوحش أوحش. لأنه هو أنا مش واخد بالي منه، بنساه. فإبليس عدو خفي، عشان كده بتتكرر الآية دي كتير. وربنا لما قال لسيدنا آدم، رغم أنه سيدنا آدم حضر عداوة إبليس دي، وربنا قال له عيش في الجنة، وبعدين قال له اسكن في الجنة أنت والسيدة حواء، قال له خلي بالكم من العدو الخفي اللي شايفكم ومش شايفينه، فمش بينسانا بس احنا بننساه. طيب لما جم يتوبوا اول ما اكلوا من الشجره، هي شجره واحده اللي قال لهم بلاش منها، بس هو الانسان بطبيعته بيبقى عنده فضول ناحيه الحاجه اللي منعت، والشيطان وسوس لهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبله، ادم، فنسي ولم نجد له عزما. مشكلتنا لحد النهارده حاجتين: النسيان، بننسى بسرعه، وضعف العزيمه. اقول انا هبدا مثلا رياضه وهعمل وهسوي، ابدا بحماس وفجاه انسى الموتيف بتاعي، الدافع بتاعي كان ايه، وعزيمتي تقل. هبدا علم معين، دراسه جديده، هبدا اتعامل مع ولادي بطريقه مختلفه، هبدا. مشكلتنا قافت بني ادم حاجتين: ننسى، وعزيمتنا تضعف. بس هنا هو ذكر سيدنا ادم، ما ذكرش ستنا حواء. بالظبط، بس في ايات تانية كتير ربنا سبحانه وتعالى قال لهم عدوكم انتوا الاثنين، اخبرهم. اللي اقصده ان ربنا خص سيدنا ادم في بعض الايات. يعني هقول لك حاجه، وعصى ادم ربه فغوى. يعني هنا اما تابوا هما الاثنين، قال ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني لو اول ما اكلوا من الشجره وتابوا ورجعوا وفاقوا وعرفوا ان هما غلطوا، طلبوا من ربنا هما الاثنين المغفره. يبقى مش هنا مش السيده حواء اللي بدات بالمعصيه، ولا السيده حواء اللي بدات بالتوبه، بل بالعكس ربنا سبحانه وتعالى خص سيدنا ادم في ايات بان المعصيه هو اصل فيها. وعصى ادم ربه فغوى. ليه؟ لتحمله المسؤوليه، لانه حضر عداوه الشيطان لحكمه الله سبحانه وتعالى. فهنا بينتفي تماما فكره ان السيده حواء ورا خروجه من الجنه. وفي ايه تانية فتلقى ادم من ربه
كلمات فتاب علي. هما تابوا هما الاثنين، بس لما ربنا حب يخص واحد هنا خص سيدنا آدم عليه السلام بالتوبة. طيب ثم بعد ستنا حواء ماشي، هما أكلوا هما الاثنين من الشجرة ديت، أي أول عقاب حصل؟ هو ربنا كان قايل لهم إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، استمتع في الجنة لا في جوع ولا عري في الجنة. فكان أول عقوبة لآدم وحواء كشف الستر، لأن مظهر من مظاهر تكريم الإنسان. أنا في حتة كمان مهمة جدا، لما الملائكة تعجبت من خلق الله لآدم قالوا إحنا موجودين بنعبدك وبنذكرك وتجعل في أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فربنا قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. الناس تسمع دي تفتكر بس شجرة بطة وزة، يعني مجرد المعاني والكلمات البسيطة، لا، أساسيات العلم اللي وصلتنا لحد الفضاء، أساسيات كل شيء تعلمه سيدنا آدم وميزه ربنا بيزس. ما هو مش عارف يعني إيه ذرة، علم آدم إيه؟ الأسماء كلها، كل الأسماء. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، ما نعرفش إلا اللي علمتنا. فمن مظاهر تكريم سيدنا آدم وحواء وذريته العلم والعقل. فما يجيش الإنسان يطمس على علمه أو على عقله بحاجة يشربها يأذي نفسه بيها، ما يجيش الإنسان يكشف الستر، لأن كانت أول عقوبة هنا إن هو ربنا نزل كشف ستر. كشف ستره، فطفق يخسفان عليهما من ورق الجنة. بس الجميل قوي هنا عند سيدنا آدم والسيدة حواء، وده بيحتاج دعم، إن هم أول ما أذنبوا عملوا إيه؟ استغفروا، ندموا وسارعوا بالتوبة، لأن طبيعة آدم وبنيه إن إحنا نغلط. ده ربنا قال لو ما غلطتوش همشيك وأجيب ناس غيركوا تغلط وتتوب وتستغفر وأغفر له. المهم إن إحنا نفوق ونستغفر. ليه ربنا سبحانه وتعالى عفى عن سيدنا آدم وحواء مع إنهم غلطوا، ولم يعفوا عن إبليس؟ إيه الفرق ما بين الاتنين؟ الكبر. الكبر. إبليس عنده إصرار على الذنب وكبر، آدم وحواء استوعبوا وفهموا وفاقوا ورجعوا. فدي كلها رسائل مهمة جدا لينا. أمروا بقى ساعتها، لأن أصلا ربنا خلق سيدنا آدم لإيه؟ للأرض. بس كل ده عشان نتعلم كل الدروس دي كان لازم الأول يسكن في الجنة وينزل الأرض عشان يقوم برسالته في الأرض. وربنا قال لهم هتنزلوا الأرض، احملوا بقى الرسالة دي وعرفوا أن مين العدو؟ الشيطان. تاني تذكرة تاني ما تنسوش، تمام؟ نزلوا الأرض وتزوجوا سيدنا آدم والسيدة حواء. سيدة حواء في كل بطن كانت بتحمل في توأم. أي أم بتسمعنا عارفة يعني إيه حمل في واحد. حمل يعني ألم، يعني تضحية، يعني فداء، يعني عطاء، يعني صبر، يعني بتدي من روحك عشان الحياة دي تكون موجودة. ما بالك لما يكون الحمل ده في اتنين، كمية الصبر والتحمل اللي كانوا عند السيدة حواء. ما بالك لما يكون كل بطن كان فيها اتنين، ذكر وأنثى، يعني كل حملها اتنين. هي حمل كم مرة؟ ما نعرفش. بس لما يعني لما مات سيدنا آدم كان في عدد كبير جدا من البشر على الأرض، لكن ما يتجوزش اتنين من بطن واحدة. ودي كانت بداية مشكلة في قصة في قابيل وهابيل، إن هو يعني اللي من بطن دي، الولد اللي من بطن دي يتجوز بنت من بطن اللي بعدها، والعكس. إن هم أول اتنين على الأرض. فهمت. ففضلت تحمل في طول. عدد مش معروف أصلا، عدد كبير جدا. بصي الضلع ده يعني عاطفه، الست بتشيل حمل ابطال. وعلى فكره حمل السيده حواء وحمل السيده حواء وكل حواء مش حمل بس البيبيهات في بطنها، ده احنا بنشيل حمل جسدي وحمل معنوي، وبنشيل نفسيه اللي حوالينا وبنقوي اللي حوالينا. ان كنت ام او اخت او بنت او زوجه او ابنه، انت احمالك كتير قوي الماديه والمعنويه عشان تقدري تشيلي كل ده. ده حمل ابطال رغم ضعفها، يبقى ده منتهى القوة، انت مصدر قوة القوي. هل كان في طريقة او يعني حاجة ذكرت في الكتب، في القصص، في اي حاجة تقول الطريقة اللي كانت بيتعامل بيها سيدنا آدم مع ستنا حواء او العكس؟ في حاجة يقال كدا؟ يقال ان هي لما نزلت عند جدة، وعشان كده سميت جدة. ويقال ان سيدنا آدم نزل ناحية الهند،
يعني ما خدوش الحياه سهله كده من اول، من اول ما نزلوا للارض في شقه، طوروا بقى على بعض يعني في بذل، فالتقوا عند جبل عرفات مذكوره في التاريخ. يا نهار، عشان كده سمي عرفات. تعالي بقى نشوف المسافه اللي تم بذلها، البذل جه منين اكتر؟ الادم اللي جاي من الهند، مش هو اللي جاي من الهند؟ او جاي من طيب. بعيد قابلها عند، هي نزلت في جده، في جده لا قريبه. بقول لك يقال بالظبط اللي عايز اقوله، دايما عاده السعي اكتر والمكافحه اكتر والبذل اكتر بيجي من الرجل، الاحتواء والصبر بيجي من الرجل. بس ارجع اقول عاطفه المراه بتساعدها تصبر على حاجات كتير، يعني احنا كمان محتاجين نتعلم اللي علينا واللي لينا. النهارده احنا اتكلمنا عن ستنا حواء. لو انا قاعده بشاهد الحلقه، انا اتعلم من ستنا حواء ايه؟ جميل قوي، جميل قوي. اول حاجه ما تتخليش عن عاطفتك، انت لما تعرفي مقدارك. في حاجه مهمه قوي، هو هل ادم يقدر يجازي السيده حواء؟ ادم ككل ادم وحواء كل حواء، هل ادم يقدر يعوض حواء عن كم البذل اللي بتبذله في اقل حمل بس حتى؟ لا لا، محدش هيجازي حواء على صبرها، لان الجزاء على قدر المشقه الا الله سبحانه وتعالى. ومظهر من مظاهر ده في حديث شريف بتاع امك ثم امك ثم امك، من احق الناس بحسن صحابتي، ثلاث مرات الاول. حديث تاني، واحد راح لرسول الله بيقول له، بيستأذنه في الخروج للجهاد، قال له ألك أم؟ قال له اقعد تحت رجلها، الجنة هنا. فده مظهر من مظاهر تكريم ربنا ليكي وثوابه على كل العطاء ده. فاحنا بنعطي ليس انتظارا من البشر لكن من رب البشر، وما أوسع عطاء رب البشر. فما تسيبيش ده يا حواء، كل حواء عايزة تتعلم من أمها. ما تشغليش بالك قوي بقى انا خدت ايه، لان كل حاجه بتديها، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لا لا خالص، ربنا كريم. لو انت كريمه في عاطفتك، كريمه في صبرك، كريمه في عطائك، كريمه في تحملك حتى لعيوبه، لان ده جهادك، كرمك ده كله جزاء احسان من ربنا. ده شكل احساننا احنا البشر، احسان رب البشر بقى يعني هو الواسع. ده اكبر درس انا اتعلمه من ستنا حواء، صح؟ أكبر درس. انتي نورتي حبيبتي، نورك. انا بجد بحبك يا حبيبي قلبي والله. وانا كمان، وانا مشكورك جدا على وجودك، مشكورك جدا على الكلام ده. انا عايزه اقول لك ان تقريبا كل قصص الانبياء ذكر فيها دور عظيم للمراه، وفي طبعا نماذج للمراه، لو مش صالحه هتبقى ايه. لكن عندك قصه سيدنا ايوب، نموذج رائع. هنكمل احنا، انت ان شاء الله قاعده معايا يعني، ده شيء سعيد. انت ان شاء الله قاعده معايا، واحده واحده. انا شخصيا بستمتع، بستفيد، مش بني ادم بس، كأم. ستات كتير وامهات كتير. اولا الواحد لما يبقى متشبع وعارف ومطلع وسامع وقاري كلام ربنا سبحانه وتعالى بيهدى. ايوه دي اهم حاجه. فانا متاكده انه الفقره دي هو ردود افعالهم، هما بيتفرجوا عليكي دلوقتي، هو زي هيبقى رد فعلي، السكوت والابتسامه والهدوء، احتساب والاحتساب. ثاني حاجه كمان، انا كأم النهارده محتاجه، بالذات في العصر اللي احنا فيه، وكل الامهات اللي بتتفرج علينا حبايبي، وكل البنات اللي ان شاء الله هيبقوا امهات، محتاجين لما يكونوا بيتعاملوا مع اولادهم، اللي احنا كنا الحلقه اللي كنا بنتكلم فيها المره اللي فاتت، اقول له ايه؟ ايوه. فهي دلوقتي حضرتك بتديها ماده حقيقيه صحيحه جميله. لما اقعد انا النهارده، لما النهارده هقعد مع بنتي اقول لها انا عرفت بقى قصه سيدنا. عايزه اقول لك كتير من البنات في سن الشباب بيقولوا مش عايزين اتجوز. مش الشباب بس، والكبار. ما انا معاكي، وصل ان هي سكه صعبه وتضحياتها كتيره، والعصر بس والعصر صعب، وناس كتيره مش فاهمه دورها من الناحيتين. صح. احنا ما ده اللي انا عايزه اقوله، التوعيه دي هتخلي كل واحد يفهم بالظبط كده، كل واحد يفهم دوره. فهو كمان ادم بيتفرج علينا على فكره، يعني جنس بني ادم بيتفرجوا علينا، فيسمعوا كمان قد ايه ربنا كرم ادم، وقد ايه ربنا كرم حواء، وانها الحياه والاحياء والحيويه والاحتواء والحيويه. ف
أم كل حاجة ومخلوقة من هنا علشان تحتويك وتحتوي نفسها، فبالراحة عليها. اللي احنا بنعمله ده مش ليها هي بس، ليها هي وهو. صح كده؟ صح. نورتي الدنيا كلها. نورك يا حبيبتي، سعادتي بيكي جدا. مشاهداتي عزيزات وبناتي الحبيبات، بعد الكلام الحلو ده تعالوا نطلع فاصل نرجع ليكم من هي وبس. هل الست لازم تكون بتعرف تطبخ يا جماعة عشان تكون ست بيت شاطرة وكويسة، ولا مجرد فكرة ان انا بوجد بديل ده ينوب عن فكرة ان انا ممكن ادخل المطبخ او اعرف اكون بطبخ كويس؟ احنا يعني يا مش مع ولا ضد، يعني انا بصراحة في رأيي هموت واقوله بس مش هينفع اقوله. نرحب تاني بأستاذة اسماء علاء الدين منورانا النهاردة يا فندم. اهلا يا رب. استاذة شيرين هشام منورانا النهارده يا فندم. اهلا وسهلا. اسماء مش مع فكره ان الست لازم تكون بتعرف تطبخ، طالما انا هجيب حد يطبخ في البيت، ماما تعمل وجبات وتيجي، ماما تيجي تطبخ، جايبه حد يساعدني في الطبيخ، جايبه دليفري، متفقه مع حد باليوم يجيب لي. المهم يا جماعه ان يكون في اكل في البيت، محدش دعوه بقى الاكل ده جه منين بالظبط. شيري بقى بتقول لا لا والف لا لا يا حبيبي، لا على راي عبد القيم حافظ لا 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 وضع نفسي لازم الست تعرف تطبخ. افرضوا النهارده مثلا جوزها حبيبها جه الساعه 9 بالليل وهو قاعد بيشرب كوبايه الشاي، قال لها بقول لك ايه يا شيرين، ولا ها في عايز صينيه بسبوسه مثلا، يعني اعمل لنا طبقين رز بلبن مثلا الساعه 12 بالليل وميعاد الدليفري قفل، ساكنين في منطقه ما فيهاش توصيل، اقول له ما بعرفش اعمل، ما بتعرفش والدليفري قفل، ولا تبقى ست بيت وتقوم هو اصلا مين فينا ممكن ما يجيلوش يوم مثلا طقت في دماغه ياكل؟ انت ما بيجيش الساعه 1 بالليل تفتحي الثلاجه؟ اكيد التلاجة. حصلت اكيد اهو، الثلاجه يبقى فيها كل حاجه موجوده، عايز حاجه طازه، اكل حاجه بيتانيه. حاجه كمان انا عايزه اوضحها من المره اللي فاتت، انا مش مع ان الست ما تعرفش تطبخ وتبقى يعني اوكي، لو بتعرف اوكي، لو مش بتعرف برضه اوكي. يعني انا مع فكره ان احنا مش لازم نجبر الست ان هي تطبخ، لكن لو بتعرف زيك كده انت شاطره برافو عليكي، انا عايزه اكل من ايدك مره ان شاء الله. طب انت فين بقى مشكلتك؟ اهي الست قالت كلام حلو. طب يبقى فاينلي الست لازم تكون بتعرف تطبخ. لا ما قلتش لازم، هي قالت لو بتعرف تطبخ كتر خيرها متشكرين حلو، لكن لو ما بتعرفش تطبخ ده لا ينقص من انوثتها شيء. ماشي تمام، انت بتقولي ان هو لو ما بتعرفش تطبخ خلاص يعني الموضوع فور فري براحتها. أيوة. طب ما هو زي يعني انا هكلمك الاول في لو حد متزوج وبعدين هكلمك في لو حد مش متزوج. لو ست متجوزه فزي ما الراجل مسؤول ان هو يوفر لها طلباتها ويوفر لها ويصرف عليها وملزم بحاجات، هي كمان ملزمه بال كده اصلا. لا 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 ملزمه طول ما ربنا سيبيه مش ملزمه زي ما هو هيسال عليها هي كمان هتسال على جوزها واولادها ان هي تاكل على وجود اكل مش على ان هي تعمل علاقه بالطبيخ. هقول لك على حاجه يعني الاكل ملوش علاقه بالطبيخ. بصي يا شيخه، تاكل اولادها، تاكل اولادها اكل من الدليفري، هي مش عارفه هو معمول ازاي ولا ماما جايه ولا ممكن نجيب حاجه هو ماما مش موجوده كل يوم. بصي انا موجوده كل يوم يا شيرين. يا شيرين دي حالات استثنائيه. شيرين مش استثنائيه دي حالات يا شيرين في 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 فكره. بصي يا شيرين انا هقول لك مثال دلوقتي، قولي لي تختاري ايه. اوكي تمام. من غير خالص مناقشه حد. اوكي انا دلوقتي لو ام عندي 3 4 ساعات فاضيين في اليوم من الشغل، اقعدهم مع اولادي واديهم حنان واحتواء واخلي بالي من جوزي واقعد معاه قعده لطيفه او اسهر معاه سهره لطيفه، ولا اقوم اعمل صلصه ولا اعمل حاجات في المطبخ الوقت ده؟ بصي جاوبيني على المثال ده. الوقت ده اقضيه مع اولادي ولا اقضيه في المطبخ؟ هقضي 3 ساعات منهم مع اولادي وهدخل المطبخ اعمل لهم اكله حلوه عشان ده نوع من انواع الاحتواء. لما اعمل لاولادي اكل حلو، ان انا ضيع وقتي لما اولادي يجوا من المدرسه يلاقوا امهم عامله اكل حلو. بس هو عمرنا اتربينا على ان احنا بنيجي من مدارسنا. بس انا عايزه اقول حاجه، هو الاكل احتواء. اوكي صح. احنا قالك اقرب طريق للراجل معدته، ادي حاجه. تاني حاجة احنا ايه يا با حبيبتي كسناج اللي بيحتويني غير الاكل؟ حقيقي انا كده هاجي معاكم في الموضوع. التلاجة اللي بتحضنيها دي بالليل ده مش عند وقت. خليني هقولك على حاجة. التلاجة اللي هي فاضية؟ لا
بس يبقى الثلاجه هيبقى فيها كل حاجه. ما غلطتش. خليني انا كمان اقول لك على حاجه. خليني كمان اقول لك على حاجه. سيبك بقى ايه من الست ملزمه، يعني هنركن ده على جنب دلوقتي. هنركن ده على جنب. هنركن ده على جنب وهنركن الاولاد هنركن كله. امال اسمعيني بقى، اسمعيني اهو معاكي. فدلوقتي هي عايزه تاكل نفسها، مش اكل نفسها، هتطلب دليفري او هتطلب حد يعيش على الدليفري كل يوم. البنت اللي بتساعدها في البيت يا مؤمنه، ده انت لو حتى كده بتفتحي باب رزق الاشخاص. تمام، هنبدا مثلا. لا خلاص ماشي، انا قلت ان هي لو حالتها الماديه مش احسن حاجه وهي اصلا عندها وقت وفاين ما تقعد في البيت وتطبخ. ايوه احنا مش معترضين، انا مش معترض على الطبيخ، لكن مش لازم اساس. بالظبط. انا عندي، انا واحده بكلم يا ستي عن نفسي، انا عندي وقت قليل بقضيه في البيت، او لما بسافر وارجع مفيش وقت اقعد مع جوزي وابني. هقعد بقى اقول لهم اقعدوا انتوا واقضي الوقت في المطبخ؟ مفيش وقت. دي ما تاخدي جوزك وابنك المطبخ. مفيش وقت. دي رضوى ما بعرفش. رضوى انا ما بعرفش. تعالى انت ابنك اسمه ايه؟ مراد. تعالى ابو مراد معايا المطبخ، ندخل نتشارك سويا. الموضوع ده مش عامل لنا، والله العظيم الموضوع ده مش عامل لنا في البيت اي. خدي كواليتي تايم جوه المطبخ وتبقي ضربتي عصفورين بحجر مثلا. عملتي كواليتي تايم، جوده من الوقت في نفس الوقت. يعني الموضوع ده مش مسبب. عايزه اقول لك حاجه. احنا عندنا مثلا في البيت ماما ما توقفش تطبخ الا لما بقى ايه، انا اقعد اكلمها شويه واختي تقعد تكلمها شويه. بصي والله انا مع الجو يكلمها. اوكي انا مع الجو الجميل ده. بس هو الجو جميل ومحدش يقدر ينكر. لو انا ما بعرفش، او انا ما بعرفش اطبخ، او لو انا مش فاضيه، مش مشكله. أموت نفسي. احنا عايزين نواجه، وانا عايزاكي انت بالذات يا شيرين عشان انت عندك معجبين كتير على فيسبوك. انا عايزاكي توجهي رساله ان الست مش اهم حاجه في انوثتها ان هي تكون بتعرف تطبخ. لا، الست اكبر من كده بكتير. انوثه الست فيها حاجات كتير قوي. أيوة اكتر من الطبيخ. ما الست اكبر من كده بكتير وبتعمل. هو ده اللي عايزينه. استني، لا لا لا، استني بس لازم تكون بتعرف تطبخ. ليه لازم؟ لازم تكون إيه بتعرف تطبخ عشان افرضي واحده ما عندهاش نفس حلو، افرضي واحده ما عندهاش الامكانيات انها تعرف تطلع طبخه حلوه، افرضي واحده كل ما تطبخ. على فكره هي مش لازم تعمل المحمر، نفسها وحش، مش لازم تعمل المحمر والمحمر بس تعمل اكل. ما عندهاش اكل صحي، واحده ما عندهاش طولة بال. اصل الطبيخ ده طولة بال، واحده ما عندهاش طولة بال، واحده خلقها ضيق، واحده ما بتحبش يا ستي حته تبقى بصل وتوم. مش طولة بال. انا ابسط حاجه، ابسط حاجه ممكن ادخل نص ساعه في المطبخ اعمل صينيه خضار. لان ايه؟ واعمل انت عندك، انت بالنسبه لك اهو ابسط حاجه. بصي واحده ممكن تدخل اربع ساعات ما تعرفش تعمل حاجه. شيرين، ايه اللي الزم ان انا لازم اكون اعرف اطبخ؟ صعب قوي. ايه اللي ملزم في الحكايه؟ عشان اكل نفسي على الاقل. انت تعرفي تعملي ساندوتش جبنه؟ ده انا حتى انا لو حبيت اروح الجيم، لو حد راح الجيم الكوتش بيطلب منه انه ياكل هيلثي فود. اوكي بالظبط ماشي. ما انا عايزه اسمعيني بقى. قولي. اسمعيني قولي. انا عن نفسي انا واحده الهيلثي فود ده انا مش يعني مبدئيا انسي خالص ان انا هجيبه من بره. في اماكن للهيلثي فود؟ لا لا لا، انسي يا ستي، نجيب من الاماكن. معلش فلوس خلاص. اوكي انا ما عنديش مشكله مع الضره. تعلمني حاجه ماشي، اعمل اكل صحي ليا. اوكي بس نرجع عشان اعرف اخس وما بالك بقى بالولاد. ما عنديش مشكله. في حاجه انا ما عنديش مشكله. انا مثلا واحده لما ببقى عايزه اعمل اكل هيلثي ماما نفسها ما بخليهاش تعمله. ليه بقى؟ عشان ماما ممكن مثلا ايه، اما احط لها شويه ملح سمنة. لما احط لها حته سمنه كده شويه شوربه كده. الملح ما بتخليش. طيب يبقى انا كده اللي انا بعمله ده اللي انا عايزه اقوله لك يا شيرين. انا مش ضد والله، بس مش عايزين نلزم. اصلا الست ما بتعرفش. يعني انت المره اللي فاتت برضو احنا اتكلمنا في حاجه ضايقتني جدا، ان هي الست لو ما بتعرفش تطبخ يبقى هي كده مش ست ومش انثى، وده بيقلل من انثى. لا ما ينفعش. دي مشكله، دي عايزين نلغيها خالص. وانا اتفق معاكي ان الست اللي بتعرف تطبخ دي حاجه كويسه جدا. ما بتعرفش عادي. طب ما هو حلو اللي احنا بنقربه ده. الطبخ ده من مهام الست اصلا. لا يعني لا لا لا، من المره اللي فاتت معايا اكبر شيفات في العالم رجاله. الطلاينه سافرتي ايطاليا قبل كده؟ ده عشان ده دي عشان دي ده الشغل بتاعهم. ده عشان لا يا استاذه، لا لا يا استاذه، انما لا كست هتفتح بيت لازم تكون بتعرف. لو شغف الطبيخ اللي انت بتقوليه دلوقتي للراجل، يبقى الراجل هو اللي ملزم يوم. وبعدين مشكله، انت عارفه انت كده استني. لا الجديده دي علينا بقى كلنا. انت دلوقتي بقى بتقولي دلوقتي لا، الشغف الطبيخ ده للراجل.
لا انا ما قلتش الشبكه الطبيه. انا بقول لك اكبر شفاف في العالم. انا بقول عشان دي بتبقى شغلانتهم. لا انت قلتي شغفهم. انت قلتي شغفهم. ماشي ده شغلانتهم وهم حابين وحالات استثنائيه مش ها مش ها مش هعمل. لو الراجل اكبر شغف عنده الطبيخ الف مبروك عليه المطبخ. بالظبط. بصي هقول لك حاجه. طيب انت لما تقولي بقى نعمل ايه؟ تعالي نشوف راي الشارع. تعالي نشوف راي الشارع. تعالي نشوف راي الشارع ونرجع نكمل الحاجه. انا متهيألي ان احنا ان شاء الله اللهم صل على النبي هنقرب. هنقرب بس نشوف الاول راي الشارع الناس بتقول ايه. هل الست ملزمه؟ حطيتي على لساني ملزمه. هل الست المفروض انها تكون بتعرف تطبخ ولا ما بتعرفش؟ يلا نتفرج. ضد ان هي لازم تطبخ. ضد يعني طالما ظروف عملهم او ظروفهم الطبيعيه اللي هم ان هي في عمل وبتوفر الاكل بشكل ما ما يكونش فيه إضافة أعباء زيادة على دخل الأسرة ده عادي جدا. الأم دي مسؤوليتها بس هي لو في حاجة مضطرة تعمل غير كده تمام لكن هو مفيش أم بتروح للطريق الأسهل عموما يعني. ضد مش مع. لازم تبقى طالعة فاهمة ومتعلمة ومامتها تعرفها كل حاجة. كده يعني لما هي تجيب لي بقى من عند أهلها من عندك أنا مش هقبل بالكلام ده كله. مع بس ما هو طبيعي إن الست هي اللي تبقى هي اللي بتطبخ ده طبيعي واحنا اتربينا على كده يعني مفيش حاجه اسمها ان هي ما تطبخش. رايي انا تطبخ لان على حسب واخده بالك برضو ان ايه جوزها مثلا هي مثلا ايه شغال قاعده في البيت بتربي عيالها وهو اللي شغال. اما معلش لو الوجبات اللي جاهزه التانيين مراته يكون التاني شغال وهو شغال وكل واحد ماشي على مقدرته. ست تطبخ طبعا ده واجبها يعني ولازم تتعلم واحده واحده لحد ما تتعلم يعني لو مش تعرف. او انا مع انها تطبخ لان دي حاجه اساسيه يعني في البيت ومع برضو ان في مثلا لو هي تعبانه شويه ممكن يكون في دليفري او حد يساعدها من البيت اي حد من اهل البيت هو يساعدها تكون كده فهي الحوارات تسليه وهيكون مساعده وما فيهاش مشكله برضو ان هو يساعد. عندي انا لازم كطبخ وتعمل اكل في البيت يعني بيبقى افضل اكيد يعني اكيد ككواليتي كاكل وكطعم يعني مختلف عن بره يعني اكيد عارفه الاكل اتعمل ازاي معمول ازاي طريقه الطبخ وكده. مع الست اللي هي بتطبخ بنفسها او حد يساعدها لو هي مش عارفه الاكله ممكن تستعين بالنت في الطبخ في قنوات للطبخ ممكن تستعين بيها وتعمل الاكل لكن دليفري لا طبعا. دي ثقافه دي ثقافة الشارع المصري صدقيني ثقافة الشارع المصري حتى هو بيقول كل الناس قالوا احنا تربينا على كده دي ثقافة عشان نغيرها دي مش ثقافة صدقيني دي ثقافة الوعي والإدراك نو 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 احكي لك بره انت مش هتغيري بره لو اتنين ما هو دي ثقافة الشارع المصري اوكي احنا عايزين نغير ما هو في ثقافات كتير في عادات كتير بغلط واحنا بنحاول ندي لو انت مقتنعة بده فده الصح بتاعك أوكي. لكن مش شرط الصح بتاعك حقيقي يتفق مع الصح بتاع الشارع حقيقي. ومش حقيقي. شرط الصح بتاع الشارع حقيقي. يتفق مع الصح حقيقي. بتاعك احنا دورنا ايه كثيرابيست او كجهه اعلاميه او ان احنا بنوعي الناس وبنعلي الوعي والادراك بتاعهم فلما نيجي نقول يا جماعه الست اللي بتعرف تطبخ اهلا وسهلا دي حاجه كويسه واضافه وزياده وبتاع لكن اللي ما بتعرفش تطبخ خلاص اوكي. انت قلتي جمله من شويه قلتي الست عشان تتجوز وتفتح بيت لازم تكون بتعرف تطبخ انت كده بتقولي لاي حد عايز يروح يتقدم لاي واحده ما بتعرفش تطبخ لا شكرا مع السلامه ما تاخدش دي انت كده لا 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 ما بقولش كده لا ما بقولش كده وعندي صحابي كتير جدا ما بيعرفوش يطبخوا وبالعكس يعني مجرد ما خلاص بتبدا تدخل على حياه زوجيه وعارفه انها تدخل على حياه زوجيه بتحس ان هي مسؤوله لا انا لازم اتعلم اعرف. طب شيرين لو واحده صاحبتك حالات. لو واحده صاحبتك دخلت اتجوزت ما بتعرفش تطبخ وعملت اللي انت بتقوليه ودخلت لقيت نفسها بتقول لك انا كل ما اخش المطبخ ما بلاقيش نفسي المطبخ هتقول لك طلق ايه لا ثانيه هتطلق مش هقول لها تطلق طبعا ليه ما هي كده ما بتعرفش تفتح بيت ماشي بس هي كده ما بتعرفش تفتح بيت ماشي تمام بس هي لا مش ما بتعرفش تفتح بيت بس هي دلوقتي ما هي المفروض ان هي تتعلم من قبل اصلا ما هي داخله تفتح بيت بقى قالت لك حاولت مره واتنين بقالي اربع شهور كل يوم في المطبخ ومش لاقيه نفسي بعمل اكل طعمه وحش ومش لاقيه نفسي في المطبخ ومش عايزه اطبخ هتقولي صاحبتك انها تتطلق وانها غير لائقه انها تبقى ست بيت لا بتحاول ولحد ما توصل ان انا خلاص لا الحاله دي جت قدامي وعندي فعلا واحده صاحبتي
وهي معترفه بده ان هي ما بتعرفش تعمل اكل حلو خالص والاكل بيطلع وحش، بس بالعكس كل ما بتحاول كل مره الموضوع بيتحسن لها وبيكون احسن. لا 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 ما بيحصلش لا بيحصل. لا ثانيه واحده بس، انا في اربع نماذج اعرفهم، في واحدة بقى لها 6 سنين بتحاول تطبخ على فكرة من صحباتي مش عارفة، بس دي حالات استثنائية، دي حالات هتقولي لها تتطلق؟ لا مش هقول لها تتطلق. يبقى إذا احنا ما ينفعش نجمع إن الست اللي ما بتعرفش تطبخ هي ست غير صالحة البيت. طب هي ليه مش عارفة تطبخ يعني؟ ما فيش يعني ليه مشكلتك ولا مشكلتي؟ عشان هي مش فاضية ولا هي عشان مش عارفة تطبخ؟ دي مش مشاكلنا، ده لا مشكلتك ولا مشكلتي. هي عندها أسبابها اللي منعاها إنها مش عارفة تطبخ. ده اللي يؤثر عليها كشخص. بس دي حالات استثنائية ما ينفعش ان احنا نعممها على عامة الناس. ليه لازم يبقى يبيض يسود يا شيرين؟ شوفي ثانية واحدة بفضلك يا أسماء، البيت اللي حضرتك اتربيتي وانشأتي فيه هو بيت معتمد فكرة ان الست تعرف تطبخ. البيت اللي أسماء اتربت فيه لا، ممكن ما تعرفش تطبخ. الفكر ده يحترم والفكر ده يحترم، بس ما ينفعش ان انا اخد الفكر بتاعي واقول انه لا ملزم. لا، لانه لا انا اتربيت زيك ولا انت اتربيتي زيي ولا انا وانت اتربينا زيها. تمام، بس فهي دلوقتي بتقرب لك بتقول لك انا مع الست اللي بتعرف تطبخ شابو، لكن اللي ما بتعرفش تطبخ من حقها انها تتجوز وتفتح بيت برضه. ما تتجوز وتفتح بيت؟ لا 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 قلتي انت قلتي لا، هي لا تصلح. انا ما قلتش لا تصلح، لا انا قلت لازم باشا تكون بتعرف باشا تطبخ اهو علشان تقدر تاكل جوزها واولادها، عشان الناس دي مسؤوله منها. هو نفس الكلام خلاص. انا مش ما هو مش لازم، ما هو لازم عندك مش لازم عندها، فما ينفعش نطلع نقول في كونسبت عادي. طب تمام، انا معاكي وهفضل معاكي للاخر. انا لو اتولدت في بيت في على طول حد بيساعد ماما، انا في طباخ قمت في حياتي ما لقيتش حد بيشوي. ودي ثقافه، نقرب بقى من بعض ونقول انه عادي على فكره الست بتعرف تطبخ، برافو. ما بتعرفش عادي، ده اللي انا بحاول فيه من اول الحلقه معاكي، انه عادي جدا يكون انا تفكيري ودماغي. بقولك انا والله العظيم حتى بعد الحلقه لما روحت بحكي لجوزي انت كنت متضايق وحسيت ان كان لازم بقى اقول ان انا بعرف اطبخ وبتاع، قام جاي لي لا يلا اطلب لنا شوف لنا هتاكلنا ايه. يعني انت النهارده مثلا بتقولي انه لازم تكون الست بتعرف تطبخ، هتيجي واحدة تقول لك ايه ولازم تكون بتعرف تنظف وتنظف البيت كل يوم وتكوي بقى وتعمل الكنب على يقف كده اهوت عشان تعرف هي تمسح من حواليه وتحتيه، ولازم تكون بتعرف تكوي كل يوم، ولازم تكون كل واحدة فينا عندها قدرة على عمايل حاجة في البيت. طبعا الست هي ملكة المنزل ومسؤولة عنه ومسؤولة عن ادارته ومسؤولة عن كل حاجة، لكن لو النهاردة في ست ما بتعرفش تعمل حاجة انا ما اقدرش اطلع اقول لها النهاردة على الشاشة انت ملزمة انك تعمليها، غير كده انت لا تصلحي. ازاي؟ احنا طبعا اكيد متفقة معك، لا نقلل من حد يعني ما بيعرفش يعمل حاجة، خلاص هي قدراته وخلاص. انت بهدلتي الناس دلوقتي، هي قدراته وخلاص. مش بس تقليل يا شيرين، ما اقدرش اقولك النهاردة لو انت ما بتنظفيش البيت كل يوم من السقف للحيطة البيت كامل رايح راجع انت لا تصلحي للزواج. طب عارفة اقولك بقى على حاجة، التنظيف ده احنا ممكن نجيب حد يعمل التنظيف ده. طب انت عايزه اقول لك على حاجه بقى، بس الطبيخ طب انا عايزه اقول لك على حاجه، انت عكس ده اكل احنا بناكله انت عكسي. يعني انا ما احبش حد يمد ايده في دولابي او على سريري، ما بقى يعني انا ما حدش يمد ايده على حاجاتي. تمام، شفتي انا اللي لازم انضفه واجيب سلم واطلع الدرج وانزل كله على الارض وافضل انضف وانت تحت السرير وامسك. انا ما احبش حد يمسك حاجاتي، بتعصب. وانا عارفه ناس كتير جدا ما بتحبش حد يطلع ينضف في بيتها. ماشي، ما بتحبش حد ينضف. انا النهارده ممكن اطلع اقول ايه، اللي ما بتنضفش كل يوم مش ست وما ينفعش تفتح بيت. طب دي كارثه. طيب عايزين نخفف، خلينا بصي خلينا احنا عايزين نخفف على الست شويه المهام بتاعتها اللي انت عماله تلزميها بيها. يعني احنا اصلا دورنا يعني ان احنا طول الوقت اللي احنا عايزين نقوله ان احنا عايزين نتقبل الاختلاف. بالظبط، حلو انها تكون بتعرف تطبخ وتنظف. يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه. طيب والراجل يدخل يلاقي بيته بيبرق كده اهوت، وهي ست قاعده بتبرق كده، والعيال قاعدين بيبرقوا والضوافر مقصوصه وريحتهم حلوه وريحتها حلوه والطبيخ على النار وقافله وقاعده ومستنيه.
This is the ideal, الحاجة اللي احنا كلنا نتمناها لكل الناس. لكن على أرض الواقع في 2023 ما ينفعش نطلع نقول لهم على التلفزيون انتي لو ما بتعرفيش تطبخي ما تبقيش ست بيت. صح. ليه على أرض الواقع في 2023؟ يعني ايه اللي علشان الستات دلوقتي بقى الست بتنزل تساند وتساعد عشان في إدراك ووعي أكتر. الادراك والوعي ما لهمش علاقه بالطبيخ. اللي عندها ادراك ووعي بتعرف تطبخ كويس قوي. مش اقصد لكن بس مثلا لانه الحياه غليت في العالم كله, فالستات دلوقتي بينزلوا يشتغلوا وساعات بيقعدوا بعد ما الرجاله, حتى الراجل يرجع قبل الست. بنقول نحدد النسل, وكفايه عيل او اتنين عشان بيبقوا خمسه وسته وسبعه, وبتجي ورا ده وتودي ده المدرسه وتودي ده الحضانه وتودي ده مش عارف ايه, ما بقاش عندها وقت. ما اقدرش انا اضايقها عليها بقى ولا حضرتك بقى في كل اللي انت بتعمليه ده. لو ما بتعرفيش تطبخي ما ينفعش تبقي ست بيت. طيب ما بتعرفش تطبخ تمام, هتعمل ايه؟ يعني انت بتقولي دلوقتي إيه؟ انا ما بحبش حد يحط ايده. هنقرب. استني بقى, هنقرب ان شاء الله. انت عارفه تطبخي انت كده, ما تعمليش حاجه في حياتك انت كده. هنقرب دلوقتي بتقولي ما بحبش حد يحط ايده في حاجتي وفي تنظيفي. طب ما هو برضو ما بحبش حد يحط ايده في اكلي واكل ولادي. ما هي كل واحده بقى تختلف. ما نقدرش بقى نعمم بالظبط. ما اقدرش اقول ايه الست اللي ما بتنظفش سريرها بايديها لا تصلح انها تكون ست بيت. بالظبط. نعم. انت ما بتحبيش حد يحط ايده في اكلك, وما بتحبيش حد يدخل مطبخك وكده. خلاص اوكي اطبخي انت, احنا ما بنقولكيش حاجه, احنا بنقولك ان احنا ما نعممش الموضوع. بس انه الست الشاطره هي اللي لازم يكون موجود اكل في بيتها يومي صحي. بالظبط. مطبوخ مش دليفري. ملناش دعوه بقى انت جايبه بقى ماما جارتك فوق, جايبه خالتك سوسن تطبخ لك كل يوم, خدتي وصفات سي بي سي, سفره ما قصرتش مع حد في حاجه. بالضبط. طول النهار والليل شغالين في برامج, افتحوا مره شيف الشربيني, مره اميره شرب الحلوه عند هنو, مراد مكرم يروح لهشام غردقه سمك وجنب. حره. انت عارفه يا رضوى, بعد كل الكلام اللي احنا بنتكلمه ده انا ما عنديش مشكله خالص ادخل افتح فعلا سي بي سي السفره في يوم من الايام مزاجي رايق وعندي وقت وادخل اعمل اكله حلوه. وعايزه اقول لك على حاجه بقى, لو انت جربتي تتفرجي على فيديوهات الطبيخ, يعني جربي كده والله بتكلم بجد, افتحي اي وقت سي بي سي سفره ووطي التلفزيون خالص اتفرجي على الشاشه, واي حد من شيفات سفره وهو قاعد بيحط المقادير المكونات مع بعض, شغلي اي موسيقى هاديه كده, جو عظيم. انا متاكده والله الطبيخ فن حقيقي والاكل زي ما هي قالت في بدايه الكلام لا ده متعه. وبالذات لو بعمل حاجه لحد, يعني لو بعمل لابني ولا بعمل لجوزي هيبقى الموضوع مختلف. ولازم نبقى متفقين كمان انه فكره ان جوزي يكون بياكل من ايدي فكره حلوه. لا هي مش فكره حلوه, هي حاجه هايله بس برضو ما نقولش بقى ما احنا خلصنا نتفق في الموضوع. لكن ده برضو فكره ان انا احاول مره واثنين وثلاثه وعشره وعشرين وثلاثين علشان أأكل جوزي وأكل عيالي حقيقة أكل صحي جد. والأكل البيت بيبقى أرخص من الدليفري. وأبقى أنا متأكدة من مصدره, وأبقى متأكدة من سلامة ولادي. ولما جوزي يقولي تسلم إيدك على أكلة غير لما يقولي تسلم إيدك على خالتك سوسن اللي جايبة لك أكل. صح. أنا معاكي جدا, بس هقول لها حاجة أخيرة عشان أعرفك إن دي ثقافة إحنا تربينا عليها. زي ما الشارع كان بيتكلم على طول بره, لو اتنين اتقابلوا هو ممكن يعزمها يقولها ايه رايك اعمل لك انا الغداء عندي في البيت. فهي ثقافه ان الست هي اللي تطبخ. ثقافه احنا مش بره, احنا في مصر. اسم الله عليك. اوكي بس احنا بناخد ثقافات مختلفه. أسفين. عشان ما نقولش دي طبيعه اصلا. لا أصلاً انا قلتي انا هاني هنا. متفقين انا معاكي على ايه انه الست اللي ما بتعرفش تطبخ هي لسه ست بيت. خلاص تبيت بس لازم تكون بتعرف تطبخ. اسماء علاء نورتينا, شيرين هشام نورتينا, مشاهدات عزيزات. خلصت فقرتنا وخلصت معاهم حلقتنا. اشوفكم على الف خير ان شاء الله في حلقه جديده من هي وبس.